أخ إيهاب، أنا عارف أنك أنت عندك اجتماع كمان شوي، بس ما تبخلش علينا إذا هذا البرنامج بيشاهدوه في كل أنحاء العالم. لو أنت عاوز توصل رسالة وصوت في هاي اللحظات، شو اللي عاوز توصله للمشاهدين؟ أقول حاجة قالها يسوع المسيح ربنا في يوحنا 14، يقول: إذا كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لن يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. أنا بدعو لإخواتي اللي في العالم كل المؤمنين إنه ده وقت إن أنت تقف فيه أمام الرب بالكلمة وتطلب الروح القدس وتطلب معيته وتطلب إنه يغمره ويمتلك فيك وتصبح لي يد فعالة عنه، لأنه ربنا أصينس إن إحنا نبقى ملوك وكهنة، فملوك وكهنة نقف عن الأرض اللي إحنا فيها عن كل من ربنا دهونا وثمن عليه، نقف كملوك وكهنة بنعمة الروح القدس وبنعمة يسوع المسيح. وأصلي إنه أي حد لو مش عارف يسوع المسيح إنك تقبل ربنا يسوع المسيح كمخلص وتسلمه حياتك، وهو هيقودك إلى الراحة. أمين.